الفيديو ده برعاية هوستنجر. مع ظهور الانترنت أصبح العالم كله قريب من بعضه. دلوقتي تقدر تتعلم لغة شعب في الناحية التانية من الكوكب، أو تتعلم علم كنت زمان محتاج مئات الكتب علشان تتعلمه، أو حتى تشوف صاحبك اللي بقالك 5 سنين ما شفتوش من غير ما تضطر تسافر له مخصوص. قرب التواصل فتح أبواب كتير لمجال التجارة، وبقى اسمها التجارة الإلكترونية. زمان بسبب صعوبة التواصل كان شبه مستحيل انك تشتري سلعة من خارج بلدك او حتى كمان من خارج مدينتك. دلوقتي في دقيقتين بس تقدر تشتري حاجة من الصين وانت عايش في مصر. مش بس كده، انت كمان لو بتعرف تقوم بعمل معين تقدر تعمله لشخص تاني في بلد تانية، وده اللي اتعرف باسم الفريلانسينج. ولكن في مشكلة، علشان تكون محل ثقة لأي حد لازم يكون عندك مكان تنزل عليه شغلك، بحيث يكون هو ده معرض أعمالك واللي هيكون سبب لجذب العملاء بتوعك من جميع أنحاء العالم، أو مكان على الإنترنت الناس تشوف فيه شغلك وتقدر تتواصل معاك من خلاله، لأن هو ده مشروعك ولكن على شبكة افتراضية اسمها الإنترنت. في الأول فكرة إنك تنشئ موقع إلكتروني كانت مكلفة بسبب قلة المبرمجين وتطلب لغات برمجة كتيرة لعمل كده، وده اللي كان مسبب صعوبة كبيرة للأشخاص في عمل المواقع، وكان الموضوع بس مقتصر على الشركات الكبيرة. ولكن دلوقتي الموضوع بقى أسهل بكتير، تقدر تنشئ موقع في 5 دقايق بالظبط بدون الاستعانة بمبرمج مخصوص، واللي كان هيتطلب تكلفة أعلى بكتير. وعلشان كده لازم نسأل سؤال، ليه لازم يكون عندك موقع إلكتروني في 2023؟ فخلينا نجاوب على السؤال ده في فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ زي ما قلت في المقدمة ان التجارة وكل حاجة دلوقتي في العالم تقريبا اتحولت للجانب الالكتروني. ففكرة انك تمتلك موقع الكتروني في 2023 السنة اللي احنا فيها دلوقتي بقت فكرة مهمة جدا وما ينفعش تستغنى عنها، لان بكل تأكيد انت لازم تواكب العصر اللي انت عايش فيه. وزي ما قلت لك في الاول الموضوع سهل جدا، اسهل ما انت متخيل ومش صعب على الاطلاق. فكمان شوية هقول لك ازاي تقدر تنشئ اول موقع الكتروني ليك انت بنفسك ومن غير ما تستعين باي مطور او اي مبرمج، بحيث ان هو يظبط لك اي حاجة في الموقع. كل الحاجات دي انت هتعملها بنفسك. بس خليني في الاول اقول لك على سببين انا شايف ان السببين دول هم مهمين جدا ولازم يكونوا عندك وانت بتعمل موقع الكتروني في 2023. بعيدا تماما عن ان الموضوع نفسه شكله حلو وان انت يبقى عندك موقع دي حاجه حلوه وتشوف نفسك بقى وسط الناس اللي حواليك وكده، ولكن لا، في سببين مهمين جدا انا شايف ان السببين دول هم اهم سببين لازم يكونوا عندك وانت بتعمل موقع الكتروني في 2023. فخلينا نتعرف عليهم. خلينا نبدا باول سبب معانا، وهو ان انت لازم تكون موجود. زي ما انت موجود في الواقع لازم تكون موجود في المواقع. دلوقتي كل الخدمات تقريبا متوفره بشكل اونلاين، زائد ان اي حد محترف عنده شغل او عنده حرفه بقى عنده موقع اونلاين. فعدم وجود موقع ليك معناها حاجه واحده بس، وهو ان انت مش موجود. فلو انت شايف ان انت مش بتشتغل بافضل شكل او ان انت بتواجه مشاكل مع العملاء بتوعك لما هتعمل موقع الكتروني، اولا هتلاقي الشغل بتاعك بقى اكتر، يعني نسبه الناس اللي بتشوف شغلك وان هم بيكلموك على شغل هتكون اكتر. ثانيا والاهم، وهي ان انت هتكسب ثقه العملاء، يعني العملاء وهم عملوا معاك انت هيكون في ثقه كبيره جدا بينك وبينهم، ومن ناحيتهم هم اكتر ليك انت، فبالتالي مش هتواجه مشاكل مثلا في تحديد سعرك او الحاجات اللي زي كده، مش هتلاقي مشاكل في التواصل معاهم لان هم اللي هيكونوا ماشيين على الخط بتاعك انت، مش انت اللي ماشي على خطهم هم وطريقتهم في الكلام وطريقتهم في تسليم الشغل. من الاخر هيكون عندك سيستم، فبالتالي ده هيخلي ثقه العميل فيك انت اكتر لان انت دلوقتي شغال بشكل احترافي. غير كده ده هيساعدهم هم لان هم هيشوفوا شغلك من خلال الموقع، مش هتحتاج تبعت لهم الشغل في لينك او تبعت لهم الشغل درايف، لا انت موقع الكتروني فيه كل حاجتك، فبالتالي هم يشوفوا شغلك يتواصلوا معاك يكتسبوا ثقه كبيره جدا من خلال الموقع اللي انت عامله. فلو الفايده دي هي الفايده الوحيده فاظن ان هي كافيه ليك ان انت من بكره تعمل موقع، من دلوقتي تعمل موقع. اما بالنسبه لتاني سبب واللي انا شايف ناس كتير منكم عايزاه، وهو ان فرصتك في الشغل هتزيد. لو انت نفسك تتوظف في شركه كبيره محترمه من الشركات اللي الناس بتحلم تتوظف فيها، فخليني اقول لك ان امتلاكك لموقع الكتروني هيساعدك في ده. طيب ليه كده؟ لان غالبا الموقع الالكتروني بتكون طريقه عرضه افضل من اي وسيله تانية، حتى من السي في، لان السي في دلوقتي هو خلاص تقريبا بقى قديم بسبب العالم اللي احنا عايشين فيه النهارده والتطور اللي احنا فيه. فلو الشخص اللي بايده يوظفك انت قدامه سي في بتاع حد تاني والموقع بتاعك انت، غالبا ما هيطمن اكتر للموقع بتاعك انت، وكمان الافضل هتكون ليك انت اللي هو صاحب الموقع. طبعا ممكن صاحب السي في يكون محترف اكتر، بس دلوقتي خلينا اقول لك ان نظام التوظيف اختلف عن الاول. هم غالبا دلوقتي بيكونوا عايزين الشخص اللي بيطور نفسه بنفسه اكتر مع مرور الزمن، لان بكل بساطه هو ده الشخص الافيد للشركه وهو ده الشخص الافيد لاي بزنس عموما. مش مطلوب منك دلوقتي ان انت تكون الاحسن قد ما مطلوب منك ان انت مع الوقت تكون متطور. وبنسبه كبيره جدا انت طالما عندك موقع الكتروني اذا انت متطور، والشخص اللي مش متطور ده هو غالبا قفل الفيديو اساسا من دلوقتي لان هو اكيد مش مهتم. فلو انت حلمك ان انت تشتغل في شركه كبيره، فالموقع
الالكتروني هيكون اضافه بالنسبه لك مفيده جدا، بحيث ان انت هتقدر توصل من خلالها للحاجه اللي انت بتحلم بيها. وطبعا في فوائد تانية للموقع الالكتروني، زي ان انت لو عندك شركه صغيره وعايز تكبرها او عايز تكسب ثقه العملاء زي ما اتكلمنا، او العملاء بتوعك يكون عندهم لويالتي اكتر او انتماء ليك انت او للبراند بتاعك. بس دول كانوا اهم سببين من وجهه نظر انا، واللي انا شايف ان انت لازم يكون عندك موقع بسبب السببين دول بس، مش اي حاجه تاني حتى. فبس كده دلوقتي خلينا نروح نتعرف على هوستنجر، وازاي تقدر تاخد خصم محترم جدا فيه، وازاي تقدر تنشئ اول موقع الكتروني ليك بقى، وتعمل الدومين نيم والاستضافه والحاجات الجميله دي. فيلا بينا. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. زي ما قلت في الجزء ده احنا هنتعرف على ازاي تقدر تعمل موقعك الاول عن طريق هوستنجر بكل سهوله، فركز معايا، الخطوات كلها سهله وبسيطه، وحقيقي مفيش اي حاجه صعبه ممكن تكون انت مش عارفها، ولو في حاجه انت مش عارف معناها او مصطلح انت مش عارف معناه فانا بالتاكيد هتكلم عنه اثناء الشرح. فيلا بينا. طيب اول ما هتفتح موقع هوستنجر زي ما انت شايف من الرابط اللي موجود في الوصف، ضروري ان انت تدخل من الرابط اللي موجود في الوصف علشان في خصم وعلشان يعرفوا ان انت تبعي، فمظبط لك الدنيا ما تقلقش. اول ما هتدخل هتلاقي الموقع بالشكل ده قدامك، وهو معمول بالديفولت بتاعه على اللغه العربيه، ودي حاجه كويسه. هوستنجر من المواقع المميزه لانه اولا بيدعم اللغه العربيه، وكمان خدمه العملاء بتاعته بتدعم اللغه العربيه، فدي حاجه ممتازه. هتنزل تحت شويه هتلاقي بيقول لك ايه، اختر خطه استضافه المواقع التي تناسبك، يعني اختار الخطه بكل بساطه اللي بتناسبك انت. طيب ايه الخطط اللي موجودة؟ عندك استضافة مواقع احادية، واستضافة مواقع مميزة، واستضافة مواقع اعمال. ايه الفرق ما بين التلاتة؟ هو بكل بساطة عامل كذا خطة لكذا نوع من الناس. في الشخص اللي عايز يعمل موقع صغير قوي، وفي الشخص اللي زيي واللي زيك اللي عايز يعمل موقع لأعماله، وفي الشركة الكبيرة اللي عايزة تعمل موقع ليها. فدي اصغر خطة للناس اللي عايزة تعمل حاجة بسيطة قوي، ودي الخطة اللي في النص دي مثلا للي زيي واللي زيك، او مثلا حد عايز يعمل موقع تجاري او اي كوميرس مثلا، فبيختار الخطة اللي في النص دي. واخر خطة دي وهي للشركات الكبيرة، لو انت بقى عايز تعمل موقع كبير لشركه كبيره في حاجات كتير قوي وكده، فاخر خطه دي هتكون مناسبه اكتر بالنسبه لك. طيب انا بالنسبه لي شايف ان الخطه اللي في النص هي الافضل، وهم حتى هنا بيقولوا لك الاكثر شيوعا، وهي دي بالفعل هي الافضل. طب ليه هي الافضل ما بين الثلاثه؟ اولا لان قيمتها مقابل السعر بتاعها كويس، انت هنا بتوفر 78% في الاول، وبتدفع حوالي 3 دولار او 2 دولار ونص مثلا في الشهر، بالاضافه ان انت معاك 3 شهور بشكل مجاني. في الخطه الاولى مش موجوده، هنا موجوده وهنا موجوده، فدي الافضل. تنزل بقى تحت هتلاقي مميزات كتير، زي ان انت تقدر تعمل لحد 100 موقع عن طريق الدومين ده، وكمان عندك SSD بمساحه 100 جيجا، وعندك SSL مجاني، والاس اس ال ده مهم جدا لان هو اللي بيدي الامان للشخص اللي بيدخل على الموقع بتاعك ان هو مش هيسرق بياناته او حاجه زي كده. فالاس اس ال موجود من ضمن الخطه دي، ودي حاجه كويسه ولازم تكون عندك بالتاكيد. بعد كده عندك دومين مجاني، وبكل بساطه انت لو مش عارف يعني دومين، فالموقع بتاعك فيه جنبين مهمين جدا. اول جنب هو جنب الاستضافه اللي هي هوستنجر بتوفره، وده معناه ان هوستنجر بيقول لك تعالى حط الملفات بتاعتك عندي، وهي دي اسمها الاستضافه، هم عندهم مساحه انت تحط فيها ملفاتك. اما بالنسبه للدومين، فالدومين هو ببساطه الويب سايت بتاعك www.محمدعادل.com مثلا، فده هو الدومين بتاعك. فهنا هم بيوفروا لك دومين مجاني، اللي هو هنا مكتوب ان قيمته ب 10 دولار، فانت بتاخده ببلاش، دي حاجه كويسه. وفي طبعا مميزات ثانيه، بس من ضمن المميزات المهمه والاخيره اللي احنا هنتكلم عنها وهي تسريع ووردبريس او لايت سبيد. لايت سبيد بكل بساطه هي بتخلي الموقع بتاعك يفتح بشكل اسرع، فدي برده حاجه كويسه جدا من ضمن الخطه اللي في النص. فانا بالنسبه لي شايف ان افضل خطه ليك هي اللي في النص، فنضغط على اضف الى السله، هتلاقيه فتح معاك الصفحه بتاعت الكارت. هنا بقى بيقول لك اختار الفتره بتاعتك، هل انت عايز تشترك لمده شهر واحد، ولا 12 شهر اللي هم سنه، ولا 24 شهر اللي هم سنتين، ولا 48 شهر اللي هم 4 سنين. لو جيت تبص للفروقات ما بين الحاجات دي هتلاقي الفروقات في توفير الفلوس اللي انت بتدفعها. يعني هنا مثلا انت عندك الشهر ب 12 دولار تقريبا، هنا بقى السنه الكامله مش واقفه عليك ب 12 دولار، واقفه عليك الشهر الواحد منها ب 4 دولار بس. فتخيل كميه التوفير اللي ما بين ال 12 دولار اللي انت بتدفعهم في شهر واحد، وان انت تدفع 4 دولار في شهر واحد ولكن لمده 12 شهر. فلو جيت ضربت ال 4 دول في 12 هتلاقيهم تقريبا ب 47 دولار، فدي حاجه بالتاكيد ممتازه، لان انت لو جيت ضربت ال 12 اللي انت بتدفعها في شهر واحد في 12 شهر هتلاقي ان هم تقريبا ب 144 دولار، ففرق ما بين 47 دولار في السنه و 144 دولار في السنه فرق كبير اكيد. ده طبعا مش بينطبق على خطه ال 12 شهر بس، لا، انت خطه ال 24 شهر بتوفر فيها اكتر. يعني هنا هو بيقول لك وفر 204 دولار اكيد ممتاز عن ان انت توفر 96 دولار، وانا بيقول لك وفر 446 دولار. فكل ما بتعلى في الخطه بتاعتك كل ما الخصم بتاعك بيكون زياده. فانا شايف ان انت لو تقدر تشترك في ال 48 شهر ادفعهم، لان دي خطه هتكون ممتازه بالنسبه لك وهتوفر فلوس كتير. مش قادر اشترك في ال 24، مش قادر اشترك في ال 12، بس ما تنزلش على ال 12، لان حقيقي كده دي خساره بالنسبه لك انت. فحاول على الاقل تشترك في ال 12 شهر لان هي هتوفر معاك بنسبه كبيره. وطبعا لو تقدر تشترك في السنتين فده ديل ممتاز بالنسبه لك. دلوقتي مثلا انا هشترك في السنتين وبعد كده هنزل على
بقى تاني خطوه وهي انشئ حسابك. تاني حاجه وهي ان انت بتنشئ حسابك، اما ان انت بتدخل البريد الالكتروني بتاعك او بتدخل من خلال الفيسبوك او جوجل، اختار الطريقه اللي انت عايز تسجل بيها في الموقع. في كذا طريقه زي ما انت شايف، وبعد ما تسجل في الموقع بتاعك هتروح على اخر خطوه وهي حدد عمليه الدفع. في هنا كذا طريقه ممكن تدفع من خلالها، اما ان انت تدفع من خلال الكريدت كارد بتاعتك او من خلال الباي بال او من خلال الكوين جيت اول مره اسمع عنها، او من خلال جوجل باي او حتى فوري. ف يعني تخيل ان هم داعمين فوري، دي حاجه ممتازه ممكن تدفع من خلالها. ده طبعا لو انت مش معاك فيزا او باي بال. بعد ما هتختار الطريقه اللي انت هتدفع بيها هتلاقي هنا اجمالي السعر بيقول لك ان هو $83 $84 تقريبا بدل من $287، فانت موفر كتير جدا. واسم الدومين هنا معمول عليه خصم $0، يعني انت بالفعل اخدته بشكل مجاني. هتحدد دولتك اكيد وتبدا تضيف التفاصيل بتاعتك زي اسمك اللي على البطاقه وتاريخ انتهاء البطاقه والثلاث ارقام اللي من ورا وال16 رقم اللي من قدام، وبعد كده تضغط على ارسال الدفع الامن. فخليني مثلا اطلع الفيزا بتاعتي وادخل البيانات. بعد ما دخلت البيانات بتاعتي هضغط على ارسال الدفع الامن. كمان مفاجاه كبيره هقول لكم عليها، وهي ان انت لو ضغطت على هل لديك قسيمه شراء ودخلت هنا محمد عادل، بس اللي هي محمد باليو زي ما انا كاتبها تحت في الديسكريبشن بالظبط، وكتبت تطبيق، لان في خصم اتضاف على الخطه بتاعتك. فلو انت مثلا مشترك في خطه ب $100 هتاخد خصم 10% فيبقوا $90، فدي حاجه كويسه. فانت واخد خصم من هوستنجر، واخد خصم على الخطه بتاعتك، واخد خصم من خلالي، فدي حاجه ممتازه جدا، وانت اكيد مستفاد بكل الخصومات دي. فما تنساش تدخل البرومو كود بتاع محمد عادل. دلوقتي لو جيت دخلت على الجيميل بتاعك تلاقي هنا بيقول لك ايه، فيريفاي يور ايميل ادرس، او اكد الحساب بتاعك. كل اللي عليك ان انت تضغط على فيريفاي ايميل بالشكل ده. طيب بعد ما عملت تفعيل الايميل بتاعك، المفروض دلوقتي ان انت هتعمل تسجيل دخول لهوستنجر زي ما انت شايف. انا هدخل البريد الالكتروني بتاعي والباسورد. طيب صفحه السيت اب فتحت معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبكل صراحه انا قبل كده ما عملتش اي موقع الكتروني ليا، يعني دي ليا اول مره قدام هذه الصفحه، ولكن في بعض شروحات شفتها وكده اكتشفت ان الموضوع سهل جدا وهنعمله دلوقتي مع بعض. فاول حاجه هتضغط على احصل على النطاق. ايه هو النطاق؟ بكل بساطه هو الويب سايت بتاعك. زي ما انتم عارفين واتكلمت قبل كده، انا عايز اعمل موقع الكتروني ليا، وخصوصا الفتره دي علشان بعمل محاضره اونلاين ان شاء الله الفتره الجايه، فعايز اعمل موقع الكتروني من خلاله الناس تدخل تسجل على المحاضره والحاجات اللي زي كده. فالمفروض دلوقتي ان انا هعمل اول موقع الكتروني ليا، وانا متحمس قوي ان انا اجرب حاجه زي كده. انا مثلا هسميها محمد عادل بس باليو، اللي هي تبقى ام يو اتش، فمحمد عادل بالشكل ده دوت كوم. فين بقى دوت كوم؟ ادي دوت كوم. فكده دلوقتي هي محمد عادل دوت كوم. حلوه كده، خلاص محمد عادل دوت كوم. فاضغط على تحقق من توفره. موجود، الله جامد. كده كده في الخطة بتاعتي هم مديني الدومين ببلاش زي ما انتم شايفين، مش هدفع عليه اي فلوس. فهضغط على احصل على نطاق، اشتغل بقى عندي موقع. طيب هدخل البيانات بتاعتي، معلش انا متحمس شوية بس بجد دي اول مرة ليا. اكتب مصر، بعد كده انا شخصية، فاضغط على الخطوة التالية، تفاصيل الاتصال، الاسم الشخصي محمد، اخر حاجة هدخل رقم تليفوني بالشكل ده، وهضغط على انهاء التسجيل زي ما انتم شايفين كده. احنا تمام، اضغط على متابعة. هو المفروض دلوقتي ان هو بعت ايميل على الجيميل بتاعي، فلو دخلت هلاقي الايميل اهو بالشكل ده، هضغط على تاكيد بحيث ان انا اكده. بعد كده انا فتحت الصفحه الرئيسيه لهوستنجر اللي هي الاتش بانل، اللي هي الهوستنجر بانل يعني، وابدا افعل البريميوم ويب هوستنج او استضافه الويب الممتازه. اضغط على اعداد، هنا هو بيقول لي مرحبا ابدأ الان. لمن تنشئ هذا الموقع؟ انا امتلك موقعا الكترونيا، انا انشئه لشخص اخر او انا انشئه لنفسي. انا بعمله لنفسي، فانا هضغط على انشئه لنفسي. من ينشئ هذا الموقع؟ سانشئه بنفسي، ساستعين بمطور، خدمات اخرى. انا اللي هعمله بنفسي، فانا هختار اول اختيار. بعد كده ما نوع الموقع الذي تريد انشاؤه؟ متجر الكتروني، مدونه، اعمال، محفظه، خدمات اخرى. ممكن اقول خدمات اخرى لان انا عايز اعمل موقع لحاجه معينه قوي انا عايز اعملها. اضغط على خدمات اخرى. هنا هو بيقول لي هل تحتاج مساعده في بناء موقعك الالكتروني؟ فاقول له انا مبتدئ، فعلا انا مبتدئ. هنا هو بيسالني بيقول لي هو انت بتنشئ موقع ولا عايز تنقل الموقع بتاعك من خدمه لخدمه ثانيه؟ فانا بنشئ موقع جديد. حدد، المفروض ان دلوقتي هضغط على حدد منشئ المواقع من هوستنجر بالشكل ده. اختار النطاق، اختار النطاق بتاعي اللي هو محمد عادل دوت كوم. هنا هو بيعمل سيت اب زي ما انتم شايفين، سريع جدا على فكره. هنا هو بيقول لي اختار التمبلت اللي انت عايز تحطه، وانا متحمس قوي لحاجه زي كده، فانا هبدا اشوف تمبلت احطه. التمبلت ده شكله جميل قوي، خلينا اعمل له بريفيو. التمبلت ده حلو جدا بالنسبه لي، وبعد كده اقدر اعدل فيه. فهضغط على ستارت بيلدينج، او يعني يبدا يبني في التمبلت ده على الموقع بتاعي. اكيد دلوقتي انا مش هتسحل في السحله دي، بس الموضوع سهل جدا. بيقول لك حط الصور بتاعتك في المكان الفلاني، حط الكلام بتاعك في المكان الفلاني. وليكن مثلا هنا اكتب محمد عادل بالشكل ده، وممكن نصغرها، واضغط على جو لايف. يعني انا دلوقتي عايز اخلي الموقع بتاعي بالشكل ده. دلوقتي هو بيعمل ببلشنج، وعامل هنا سيفد. لو جينا دلوقتي فتحنا تاب جديده وضغطنا على
نيو تاب ودلوقتي انا هكتب محمدعادل.com ادي محمدعادل.com واضغط على سيرش. طيب زي ما انتم شايفين ده كده الموقع بتاعي، ودلوقتي اقدر ارجع اعدل فيه اي حاجه انا عايزها. عايز اعدل الويب سايتس بتاعتي هنا مثلا، لما احط الانستجرام يبقى الانستجرام بتاعي، الفيسبوك بتاعي، تويتر بتاعي. انا مبسوط قوي بحاجه زي كده، يعني مش متخيلين انا مبسوط بها قد ايه. هنا مثلا ممكن اعمل اعلان للمحاضره بتاعتي، وهنا ليرن مور بحيث ان انت تعرف اكتر عن المحاضره. ف جميل جميل قوي. هنا ممكن مثلا احط about me اللي هي معلومات عني، او انا مين وشغال ايه والحاجات اللي زي كده. انا مبسوط جدا بان انا عملت اول موقع ليا. طبعا هسيب لكم الموقع بتاعي والموقع بتاع هوستنجر اللي انت هتدخل من خلاله تحت في الديسكريبشن. فبس كده، دي كانت كل حاجه لفيديو النهارده. انا مستمتع قوي ان انا عملت التجربه دي معاكم، ومستمتع قوي بتجربه ان انت تعمل موقع اساسا لاول مره. الموضوع سهل قوي يا جماعه. فبس كده، زي ما قلت لكم رابط هوستنجر هتلاقيه تحت في الوصف، ادخل من خلاله وهتحصل على خصم كبير. وسايب لكم البرومو كود ده محمد عادل، تقدر كمان تدخل وتاخد خصم زياده. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا لفيديو النهارده. شكرا جدا لهوستنجر على رعايتهم لهذا الفيديو، ان هم عملوا لي موقع الكتروني بالسهوله دي. واخيرا، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش. ولو عندك اي استفسار او اي حاجه فممكن تتواصل معايا عن طريق انستغرام، وممكن كمان تكتب لي تحت في التعليقات. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.